كمان ضاقت علينا من يعني بعد ما صارت كورونا تأثرت علينا كثير والله. الشغل جدا يعني صار خفيف، ما في كمان الحظر كمان يعني كل فترة تصير حظر، ويعني الأمور كانت صعبة علينا كثير والله. الناس بطلت تشتغل يعني لأنه سوء الأوضاع يعني، يعني مصاري ما في حتى، حتى صار نشتغل بس يعني نكتب على صاحب الشغل إنه دين بس. والله اشتغلت شغل كثير وقت جيت على الاردن باكثر من مجال، لانه بسبت انه كنت شغلي شكل بسوريا، دخلنا لهون على سوريا باجراءات جديده، دخلنا اشتغلنا بمجال مو مجالنا مشان قوت يوم الواحد ومصروفه وحياته انه يمشي اموره ويسلك اموره يعني. واخر شيء التزمنا بموضوع الادهان، هلا عم اشتغل بشغله الادهان الشهر الثالث وقت بلشت كورونا. صار في مشاكل بموضوع انه صار في علي كسر اجار بيت، صار في مصاريف اخرى، فتراكم اجار البيت اللي علي صار. فلحد الان ها عم نسكر اجور البيت بس فقط، اللي كسر اللي صار علينا بالفتره الاولى يعني. وهلا حاليا في حظر بعد 3-4 ايام، كانه في بدي اقول لك شغله يعني، بدك تامن امورك حاجياتك من كل شيء، من اكل ومن شرب بدك تمون. والله قضيت بصعوبة جدا يعني، يعني واحد كان لا يقدر يطلع يشتغل ولا يقدر يعمل شيء، والحمد لله رب العالمين. موضوع الحظر الشامل هذا الأربع أيام أو أكثر أو 3 أيام أو يومين أو 3 كمان بيأثر على عمال يومي جدا يعني، لأنه ما في بديل، ما في شيء انه يجيك من برا او يجيك او انه مدخول بالداخل او انه كذا، خلاص وقفت انت اللي معك صرفته وتصفيت بلا شيء. كورونا هي اثرت على المصالح كلياتها بشكل عام، بس مصلحه الادهان عندنا نحن حتى هلا بجو الشتويه اللي داخلين على جو الشتويه بتخف، هي اوتوماتيكي بتخف يعني، بصير الناس ما بتدهن بس الشتاء، فبصير ادهانها اغلبها بالصيف، فهي بتخف. ومع كورونا وضع الكورونا جدا صار سيء يعني، مو يعني بس بكير تقول اكثر من 60% يعني خف الشغل.